تفاحة؟ تفاحة. تخيل معي يا ريان، لو إنه عدد أشجار التفاح بالعالم محدود، ولو إنه إحنا ما بنقدر نزرع التفاح. عادي، أنا مش فاهم عندي لأنه أنا ما بحب التفاح. طيب تخيل معي هلأ، لو خالة بياض الثلج أعطتها بدل التفاح المسمومة التفاحة الصحيحة، وهي أكلت التفاحة المسمومة. لحظة يا جماعة، نسيتوا تفاحة كتير مهمة، وهي التفاحة اللي خلتنا نكتشف الجاذبية الأرضية. الجاذبية؟ خليني أحكي لكم قصة التفاحة اللي ساعدتنا بهالقصة. كان يا مكان، وبيوم من الأيام كان نيوتن تعبان وقرر يستريح تحت شجرة تفاح كبيرة، وهو نايم تحتها ومرتاح هوب وقع التفاحة على راسه. توجع نيوتن أولها، وبعدها خطر ببال نيوتن سؤال، هو السؤال العبقري المعروف: لماذا تسقط الأشياء للأسفل؟ ياي، كثير حبيت القصة صراحة، أنا أول مرة بسمعها. ليش حبيت القصة؟ ما أصل كان نيوتن فاضي إنه يتمشى بساتين التفاح. مزبوط يا ريان، كثير من الناس شككوا بهاي القصة وحكوا معقول نظرية الجاذبية الأرضية كلها اكتشفناها بسبب تفاحة؟ بس نيوتن بحد نفسه أكد هاي الشغلة، وإنه استوحى كل النظرية من تفاحة شافها عم تسقط. وكمان صديقه المقرب ويليام ستوكلي أكد بالكتاب اللي كتبه عن سيرة حياة إسحاق نيوتن إنه هاي قصة ساعدت نيوتن باكتشافه العظيم اللي هو الجاذبية الأرضية. وكمان أكيد اكتشاف زي هذا الاكتشاف الكبير ما ترتب وجهز بكامل بخطوة واحدة أو بمرحلة واحدة، أكيد احتاج لكثير من الوقت من التفكير. لماذا تسقط التفاحة دائماً عمودياً إلى الأرض؟ لماذا لا تسقط جانباً أو تصعد إلى أعلى؟ إذن لابد من وجود قوة جاذبة تجذبها إلى أسفل، أي إلى مركز الأرض. بالتالي لابد من وجود قوة جاذبة في المسألة، ومجموع القوى الجاذبة في مسألة الأرض لابد أن يكون في اتجاه المركز وليس في أي جانب، لذلك تسقط التفاحة بشكل عمودي. إذا كانت الأشياء تجذب بعضها بعضاً فلابد أن يتناسب مع حجمها، فالتفاحة تجذب الأرض والأرض تجذب التفاحة. بس يا جماعة في سؤال كتير مهم إحنا ما سألناه، ماذا لو لم تسقط التفاحة من أساسه؟ عادي يمكن يوقع أي شيء تاني. مزبوط، والإشي الأهم اللي بدي أذكركم فيه، لولا ما كان نيوتن فضولي وبحب يعرف الأشياء وبيضل يسأل ما كان توصل لاكتشاف الجاذبية الأرضية. فمن يوم طالع أي حدا بيسألكم ليه بتسألوا كتير، ذكروه بقصة التفاحة اللي ساعدت نيوتن. وأنا بدي أسألكم سؤال إلكم لكل أصدقائنا، وهو ماذا لو ما كان في جاذبية أرضية من الأساس؟